السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشتقونا من زمان زمان ما عملنا لكم فلوج. طبعا السفر والتعب وتعرف تأخيرة احمد وعيد وبصر شو بعدين جنين يعني كثير اشياء. بس اليوم قررنا نعمل فلوج عشان شو عندنا اليوم. اليوم عندنا باربيكيو مشاوي. قال احنا معزومين بس معزومين في دارنا لانه احنا قلنا لهم تعالوا على دارنا. اخوي عزمنا بس قلنا له حابين تعملوا العزومه في دارنا فاجوا عندنا. واحمد رح يستلم الكاميرا عني. طبعا كل البنات الصغار قعدات هناك متجمعين نصهم هذول مش كلهم على فكره من غير شر يعني لسه في كثير جايين جايين اكثر. طبعا تعرف انا عملت حرب عليهم ممنوع حدا يطلع برا ويخش جوا ورجلك اذا بتشلى. قال لي حمود اخوي جننتينا يعني لو عملنا في دارنا ريح لنا بس نشف الدم عم جنن ادخول وطلع. فهلا الكاميرا مع احمد وتسلوا انتوا احمد شوي اللي انا ضابه جوات الدار. هلا بتعرفوا انتو كيف العزومة بتكون لما في اولاد صغار بيكون في كتير ضجة مش عارف كيف احكي مثلا هاي هون في ابن خالي الياس بيلعبوا هاي ارام هاي ايلينا في كتير اولاد صغار هلقانا احمد لو انا شو عايز مديان بتشبعوش هي ليان شيبس وما شيبس بتشبعوش هي احمد إنحي. احمد زي هذا احمد واحمد هلا إلينا عصبت لانه ليان اختي اخذت الايباد وصارت تلون وإلينا بدهاش حدا يلون عنها صح ولا لا هي راما ورفا هي ارام يلا يلا نشوف خالي ايش بيعمل. سلام خالو. يا خالي هاي خالو ايش بتعمل؟ مجهز للشو يا خالو. احكي للفلوج. حفلة شو اليوم مش طبيعية يعني. حفلة شو كبيرة اليوم خالو. ايش الياس؟ يلا ندخل على الدار نشوف شو عاملين في الدار. والله انا مات من الجوع. متت من الجو. الساعة يعني 5:30 وأنا بأكل. بدنا ناكل يعني هلا. لكن بس أنا مات من الجوع. نعم يا أمه. محمد بيفرج على التلفزيون. إحنا بياكل شاورما. أنا بأكل شاورما. بس أنا مفجوع يعني أنا بأكل كثير. يعني مش مشكلة. أكلت لقمتين شاورما لأني 100 جوع ما أكلتش إشي اليوم بالمرة يعني بالمرة. بس الصراحة صحيت على الساعة صحيت متأخر على الساعة يمكن 3 وإشي هيك في الظهر. بس صحيت جوعان فأكلت لقمتين شاورما وخالي عصب علي لأنه كيف أكل شاورما وهو بجهز في المشاوي. صحك يا الصراحة بس ايش اسوي؟ كنت جعان بس لقمتين اكلت بس يعني مش راح يسد نفسي على الاكل لو اني اكلت لقمتين شاورما صح ولا لا يا راما؟ صح ولا لا؟ متقعد صح؟ صح صح ولا لا؟ ايش صح 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 مرحبا كيف حالكم؟ امي تعال كلهم هاي امي دائما بتنظف امي دائما يما ايش بتعملي الكل مرتاح وانت بتنظفي معزومه ما هو انا اليوم انت معزومه بتنظفي انا معزومه عند دار اخويا عرفت علي قاعده بنظف بكنس معزومه في دارك في دارنا ايوه بالزبط. وبرضه بتنظفي انت لانك معزومه شفت شفت اخر الزمان شفت هاي اختي اختي الجميله
مسكاها الدندون. نعم. انا عارف من وين بفتح. تعرف؟ من هنا. هي بابا. فلوج وفلوج. بالله تسأل هذي لي بابا. هذي المي اللي بقول له مش عارف. هلأ ماما بدها تسأل ال plants. كيف احكي plants؟ شجر. بدها تسأل شجر. نعنع 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 نعنع. بس لساتهم صغار. وغاد في نعنع. وهي فيها انت من طيب. هون كمان في. هاي نعنع. هاي مرمية صح؟ هي مرمية. شايفين؟ بعرف انا فلاحي انا. فلاحي انا صح؟ فلاحي مش عارف. هاي شتلة فلفل سيدي زرعها. بس حكى زرعت كمان وحدة وين زرعها الفلفل الثاني؟ اللي بيعرف وين شجرة الفلفل يحكوا لنا. هاي شكله هون زرعها. اوكي احكوا لنا في الكومنتس اذا صح ولا لا. فلفل فلفل؟ اي والله ناشفة هاي. هاي جبت عليها المية يا احمد بسرعة ناشفة. يي يا حرام. ناشفة طلع الارض كيف ناشفة على الاخر. يي طلع على النمل. نمل بسرعة روح روح. هاي زيد يلا زيد خذ الفلوج. ده استسلم الفلوج لزيد. السلام عليكم فيكم. يا الناس حين نسوي كل اشي الحمد لله كل اشي كويس كل اشي تمام. هاي ابن خالتي شو اسمك؟ محمد. هاي محمد لك اشي بتحكي؟ لا. طيب لا هو مشغل مخزق شو يعني اظنك نزلني. هاي ابن خالتي حسن. بوكر توف للشباب والجماعة. اسمع انت منزل فيديو على صفحتك زيد ال 200 ألف هاي اللي فيها 100 ألف في فيديو موصل مليون وانا فيه ومش مشايريني على اي اساس مش شايرني ثاني زعلان. عرس 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 شو 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 أكيد هاي العريس أكيد. أيوة 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 خالتي ستي جد خالتك ستة حبيبي زيدو الله يسعدك يا زيدو يرضى عليك يا رب يا زيدو دخلهم أيوة يا محمد شو يا معتصم ايش قلبي كل شيء كويس الحمد لله شو يا خالو؟ هاجروا خالو كل شي كويس ها؟ حاضر يا عيني عليك يا خالو هاي خالي محمد اسحب اتظر شو بيعلق خليل لحنا بتاقوه هاي ماما هاي ماما امشي امشي قال بيسألوا دانا وين الكياس زبالة في المطبخ تبعتنا في مطبخنا بيسألوا دانا وين الكياس زبالة في المطبخ تبعنا ما عرفتش والله من كتر ما خشت المطبخ ما هي عشان هي لسه حالها في مخها هي لسه على السافر يعني على الفيكيشن ولا بتعرفش وين الكياس زبالة في دارنا والله ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها مرحبا انا لاني هلا صرت فلاحي بطلت اجنبي صرت فلسطيني فلاحي رسمي صرت عارف على المشاوي احسن من الفلاحين الاصليين ايوه هاي منتصر بيحكي انجليزي صحيح هذا بيحكي انجليزي يحكي بن خالتي هذا اسمه منتصر هو على فكره اللي علمني انجليزي علمك المسألة قول له قول له قولهم اني انا سوبر جود انجليزي He is very good in English. حكيتها صح انا؟ Yeah. He is very good. شو صار امبارح؟ هو English, he is very good. Oh yeah.
غني غني يلا. خالتي اسمه محمود. يا محمود كيفك يا محمود؟ الحمد لله. الحمد لله المبسوط. محمود احكي لنا ايش عن حياتك. هذا الفلوج لليوتيوب احكي لنا. قلنا كيف صحتك يا محمود؟ كيف التوجيه؟ صحتي كويس. توجيه. This is microphone you speak in this. هلا انا اسمي احمد العملي وبدي اسال الاولاد. استنى استنى شوي يجي. السلام عليكم انا اسمي احمد العملي من العملي. اليوم بدنا نعمل مقابلات مع اولاد خالي عمل لك برو. بس اول واحد عندنا اسمه محمود غسان محمود اللحسي. محمود اللحسي محمود اللحسي ابن خالتي. احكي لنا عنك. انا محمود. يلا صوتك عالي عالي يلا. كات محمود از دون. اللي بعده هذا ابن خالتي اسمه حسن. حسن احكي لنا. انا حسن تمام. اول اشي انا عايش بفلسطين تمام. انا ابن خالته. هذا اكثر اشي بقدرش اخش بالخصوصية. انت بتعرفه يعني. He's very private. Private في العربي. ترجم خصوصية. خصوصية. Very خصوصية. انا بترجم لك. زبطت لك. هذا ابن خالتي اسمه منتصر. منتصر اللحسة. اخو محمود. منتصر احكي لنا عن حالك. I'm so good man. Yes. I say very English good. Very good. Yeah. طب احكي في العربي للمتابعين عربية. خموش انجليزي. بعدين بترجم لهم بالعربي. انا زلمة مرتب. لا احكي بالانجليزي بترجم لهم بالعربي. I'm good man. هذا زلمة كتير محترم. وش اسمه؟ محترم. وسفير مر. لا. Beautiful. السفير. Good. I love you. He is متوتر. Okay. لا فيديو بلوج مع خالتي وستي. ابن خالتي ستي وبعرفش. طب فرجيهم الباربيكيو عن جد. طلعوا كيف شغلي. بس كيف شغل احمد. شغل احمد. هي تشيتينج. نو هي شو يا منتصر. هي تشيتينج. لا هذا شغل منتصر هناك. شو يا محمد؟ يما بسوي زي اللي اشياء. شو يا خالو؟ ليش يروح خالك؟ اي في امريكا عنا عادي يعني دجاج ولحمة. بس هين في فلسطين عنا كبدة في البرد. كبدة. وهلا منتصر اكلها وهي مش مثلي صح؟ كويسة. نو كويس. مين علمته؟ زيد. ايوه كويسه. وهي مش كويسه. وروح حياتها. هاي الكبده كلهم مستوي. شو خالته؟ شو هاي؟ هاي بندوره. قليت بندوره. الله يسعد قلبك خالتي. الله يسعد. شو هاي خالو؟ عنقوده. انا بعرف شو عن اودة بس انتو اذا تعرفوا قوليني. هاي ابا قولولني. وين ابا؟ وهاي احمد. طبعا ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين ما شاء الله حوالين ما شاء الله. كل العيلة. المهم هي نغم بحكي. المهم ما شاء الله. وسمسمة ورفيف. لا سمسمة اسمها مش سيس. المهم وهيك بحكوا. المهم ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله بدنا ناكل هلا. جوعانين ميتين مسخسخين جوا طبعا. فالمهم الو فيو ما شفتها. واو برستيجس. كانوا يقولوا لي راح عليكي. You wanna catch on the roof? You can catch it on the roof. لا مش راح اروح خلاص. نعمل امكان اقول راح عليكي منظر الغروب. واحمد هلا نزل. Take a video for Instagram. I look good. كان مشغول ابو احمد اليوم. عندنا المكيف خربان وكل يوم بصلحوا فيه. ما بعرف سامعين ولا مش سامعين. ما بعرف سامعين ولا لا. بس المهم هيك الجمعات الحلوه.
أبوي طبعاً هذا جماعة الخير وراء وما بعرفش إذا أمي مش مسؤولة لا بس هو أبوي أنتي ماما ماما هذول شو اسمه العنقود الدهن دهن 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 بده رجع يا دوي بيوعك ده زحلقت رجلي اعطيني اياها الكاميرا لا يا عم ريكوردينج سو يما شفت ورق دوالي ورق دوالي مين لمين خاطر انا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء سولي ليش تشرب البيبسي مش دايت قاعد كمان قاعد مع ابو احمد والعائله الكريمه هاي سيدي سيدي روح شرفتونا دائما وابدا وانا اختار يا سيدي والله يسعدك يا سيدي طبعا الجلد باشكال ما شاء الله الوينز الجنحان الكبد كله تمام شو يابا شو يابا والله يابا ما شاء الله الريش حلوه والمشاوي اشي موضوع بجنن وانا مبسوط فيكم لمان وين وانا عيوني هاي خاله الجو كويس احمد كويس طلع عينيك صاروا حمر 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 بعيد عشان ليش تعيد؟ اشتقت لزيت حبيبي هو لازم بيصير في ال في ال زمانك بتعمل ها؟ من هيك بتعمل؟ بديش اربيك على الكاميرا بمزح بمزح الينا هاي الينا ال شو الينا؟ طعم زيت كبدة شو اسمه؟ كبدة لا ليبر كبدة كبدة عطوني يصير كبة كويس؟ 10 out of 10 8 في 10 شو يا محمد؟ جعان هو جعان معصب جعان نعم ما شاء الله بلشوا يحطوا طبعا حمودة رح حطنا ابو احمد اول واحد حمودة قال له انت اول واحد عشان على شرفه فيش سلطات تقعد بنجيب لك لعندك السلطات قال حطوا له بس لحم وجاج ونص السلطات بنقول له ما احنا ندير بالنا عليه هاي السلطات هون طبعا انا وابو احمد عاملين لحالنا سفره هون هذا بالدار ما نبشه هي بتعكر الكاميرا وهناك قاعدين قسم اوه منار بتعمل طابور اخ 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 مدايه بالا غشاشة هنا قسم وهنا قسم وهي هنا قسم ما شاء الله وهون في قسم الله اكبر وعزة لله طبعا طلعوا النظافه مش من الاخر بديش اشوف بدي اغمض عيني على فكره هلا خلصنا الغداء ماما احكي لهم ايش بتعملي هلا يعني ما قدرتيش تستني تاكلهم يروحوا ما قدرت تستنى سلموا على البلوج عايدنا شو باوكي بتكوشة قشو لا هم ما بيقشو لا يعني هي كيف بدها تقشو هي لابسة هيك كيف كيف بدهم يقشوا هم لابسين هيك؟ بقول لك احنا سوبرفايزر بس هلا رفيف انت ايش؟ رفيف اشتغلي وانا ما تفكروش اني ما ساعدت لانه على طول بعد ما خلصنا اكل قمت وجبت كيس زباله وصرت الم في الزباله واحط في كيس الزبالة وحتى رحت عشان أجيب البربيج لأمي من هناك جبت البربيج
ضويت الموتور والمي وبلا بلا بلا بلا. وهلأ لسه هلأ أعادت. هاي أخوي زيد، خالتي منار. هلا سلموا على البلوج. هاي ابن خالتي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. هاي خالي بيصلي على المصلية تبعتي. ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن. هاي الكل راحوا فوق لقدام قدام الدار، وهين بيقصوا. بس في كثير مي، يعني بديش اروح هناك. بس هاي ماما هي تصرخ على كل واحد. هي يما شو مالك يما؟ ايه ليش بتصرخ عليك يا خالته؟ انا نايطه ودانا انيات. دانا انيات هاي بس فر بس فر فرجيك يا خالته مش دانا، عشان انا زيد انا اشتغلت اكثر منهم ولا لا؟ نعم انا اشتغلت اكثر منهم. اكثر من كل واحد. قولها ماما خالته منار اشتغلت اكثر. ماما خالته منار اشتغلت اكثر من كل واحد هين. سمعتي؟ الكل اي سيدي ماما ستي. هاي ستي هان كيفك يا تيتا؟ تعي يا دانا.